مكملين لياوة، وصلنا لمساحتنا الطبية. كل حدا مننا بالبيت عنده بيحتفظ بمجموعة من الأدوية، نحن مسميها هيك بالعامة صيدلية البيت، منلاقي فيها الحب، منلاقي فيها شراب، بلاستر، قصص كتير. اليوم كتير مهم نحن نعرف كيف قدرانين أو نقدر نحفظ هاي الأدوية إنها ما تتعرض للتلف أو تخلص مدتها من دون ما ننتبه للقصة. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع وإن نحفظهم وكيف طريقة الحفظ، حيكون معنا الدكتورة هالة شاهين. بيلك سعدي صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة هلا. يعني بالبداية كثير مننا عنده صيدلية منزلية بتخصه فيها الأدوية الأساسية، ولكن خلينا نحكي شو هي الأدوية اللي لازم تكون موجودة، يمكن علبة الإسعافات الأولية اللي لازم تكون موجودة ضمن الصيدلية المنزلية. صباح الخير مرة ثانية. أول شيء قبل ما نقول شو الأدوية اللي لازم تكون موجودة، نحن شو شروط هالصيدلية المنزلية اللي لازم تكون موجودة بكل بيت؟ الحقيقة الناس بتحتفظ بالأدوية أحياناً بأماكن عشوائية، ربما ما أنا منظمة، بدرج، بكذا، بمفرطعين ضمن البيت. نحن دائماً بنوجه إلى أنه يكون في مكان مخصص. هذا المكان يتصف بثلاث شروط أساسية: أن يكون جاف ومظلم وبعيد عن متناول يد الأطفال. هيدا المهم. جاف لأنه موضوع الرطوبة كتير بيأثر على الأدوية، بيعمل تفاعلات مع المادة الدوائية، فممكن يخرب الدواء، يفسد أو يتحول لمادة ضارة نتيجة تماسه مع الهواء. ثانياً المظلم لأنه الضوء أو أشعة الشمس أو حتى الضوء العادي النشر أحياناً بيأثر على الدواء، لذلك نحن بنقول جاف ومظلم وبعيد عن متناول يد الأطفال. هلأ شو اللي لازم يكون متوفر ضمن صيدلية المنزل؟ مثل ما تفضلتي، أول شيء علبة الإسعافات الأولية، هي لازم تكون موجودة بكل منزل. دائما في عنا معقمات، في عنا شاش معقم، في عنا بلاستر أو لاصق، لحتى صار أي جرح مفاجئ بالبيت نقدر نعمل إسعافات أولية لبينما نوصل لعن طبيب أو نوصل لأقرب مستشفى لنا. زائد أنه ضمن صيدلية المنزل لازم في أدوية أساسية لازم تكون موجودة، اللي على رأسها المسكنات، أدوية الإسهال، أدوية الإقياء، وأدوية الحساسية. هدول الأربع زمر الأساسية اللي لازم تكون موجودة. هلأ في ناس تجي بتقلك أنه طيب بدنا نخزن، مثلاً لازم يكون عنا صاد حيوي، لازم يكون في عنا شراب سعلي. لا، هدول منتركهم لوقت نمرض، لأنه هدول لا يستخدموا عشوائياً. كل حالة في إلها صاد حيوي مناسب إلها، في إلها شراب سعلي مناسب إلها، في إلها دواء للرشح مناسب إلها. هدول ما منحتفظ فيهم ضمن صيدلية المنزل، إنما الأصناف الأساسية برجع بكرر: مسكنات وخافضات حرارة، أدوية إسهال، إقياء، وحساسية. والأنتيبيوتيك في شيء جرثومي وفي شيء بكتيري، يعني مو كل الحالات بيتاخد نفس الأنتيبيوتيك. تمام. الصاد الحيوي هو من الأدوية اللي نحن كتير عم نحذر هلأ لموضوع استخدامها العشوائي، اللي عم يخلق مقاومة عند الجراثيم. الجراثيم ما عادت عم تستجيب للصادات الحيوية نتيجة الاستعمال العشوائي تماما. فبالتالي أنا دائما بقول هذا الأنواع هي ما بتنحط بالصيدلية، ما بتتخزن، ما فينا نخبيها، إنما بنتركها لوقت الحاجة. هلا تعقيبا على ملاحظة انه المفروض نحن نحطهم بمكان مظلم، انا كثير شفت صيدليات بالبيت بس هي مقززة ازاز، هيدا غلط وتحت الضوء تماما يعني. ابدا، نحن دائما برجع باكد على فكره جاف ومظلم، الاظلام كثير اساسي. ومثل ما قلتي في ناس انه بلور، انه بتقول لك طب هي خزانه بس بلور، لا، البلور عم يدخل الضوء لها، لذلك انا ممكن يفسد الدواء، لذلك بدي احاول احطها بخزانه مغلقه وعاليه، خلينا نقول مثل ما قلنا بعيدا عن متناول الاطفال. نعم. هلا بدي ركز على نقطه، انه في ناس ايام بتقول لك بحطه بالبراد، انا عم بحطه بالبراد، ما البراد مظلم، بس البراد هو مصدر للرطوبة، وكثير من الأدوية بتفسد وبتفقد فاعليتها لما بتنحط بالبراد على رأس الفيتامينات. حتى بتشوفي دكتورة على سطحها، عفوا، إذا طولت كثير بالبراد، إذا طولت يعني. لا، وحتى الأقراص والكبسولات والمضغوطات بتفقد فاعلية، جزء كبير من فاعليتها لما بتنحط بالبراد. برجع بكرر على رأس الفيتامينات. الناس بتتفاخر بتقلك أنا عم حط كل الدواء ضمن البراد، لا، عملية حطه بالبراد هو عملية مسيئة للمادة الدوائية اللي موجودة ضمنها. ومع كل الدواء يمكن بينحط بالبراد. دكتورة هالة، خلينا نتطرق لموضوع كتير مهم وهي الأطراف العينية. تمام. يلي نحنا يمكن كتير من الناس بيستخدموها لمرات عدة ولا أشهر عدة، وعن يعني لازم نعرف إنه الأطراف العينية هي مدتها الزمنية أو صح، الإنتاجية هي قليلة جدا. صح. خلينا نحكي عن هي النقطة. تمام. وليش الأطراف العينية نحنا ما نعمل لها مدة زمنية طويلة
او ما بتكون هي إلى مده زمنيه طويله الاكسبايري ديت يلي موجود على علبه القطره، لكن انا مجرد فتحتها لو فتحتها هل طقيت القفل تمام، هي صار في بينها وبين الهواء المحيط تماس. والقطرات العينيه هي صنف دوائي عقيم تماما، يعني بعد ما بيتعبى بالعبوه وبيخضع لعمليات تعقيم يصبح عقيم تماما. هالتماس مع الهواء المحيط يعني انه هو اخذ جزء من الجراثيم اللي موجوده بالهواء المحيط. فبالتالي نحن بنقول دائما القطرات العينيه صالحه طالما هي مغلقه ما انفتحت، صالحه لغايه تاريخ الانتهاء اللي مذكور على العلبة، لكن مجرد فتحناها معنا شهر من تاريخ الفتح وبعد منها تتلف لو إن شاء الله استعملناها مرة واحدة. بعد شهر من فتحها أنا بدي أتلفها وما بعد بستخدمها. أو هي ما لها فائدة بقى وممكن لا موضوع قد يكون لها فائدة لكن قد تخلق مشاكل تانية قد تعمل التهابات جرثومية. برجع بقلك لأنه هي ما عادت عقيمة ووسط العين يتطلب أن يكون القطرة العينية عقيمة تماما. طب دكتورة بنفس سؤال ليا، نحن هذا عفوا المعلومة نحن مطبقة على سيروم الأنف أو الأذن، قطرة الأذن أو سيروم الأنف؟ لا، قطرة الأنف وقطرة الأذن أنا بإمكاني طالما فتحتها وأنا حافظتها بالشروط النظامية بقدر خليها عندي لغاية تاريخ انتهاء صلاحية. لأنه كثير أطباء كمان نفس المعلومة أنه سيروم الأنف بس بلشت فيه 15 يوم وخلص، يعني 15 يوم مو لأنه هو بيتجرسم، 15 يوم لأنه ما بيصير تستخدميه للأغشية المخاطية عندك ضمن الأنف بتتضرر. طب أنا فيني أرجع أستخدمه بعد شهر؟ إيه ممكن ممكن، أنا بستخدم أسبوع لعشرة أيام بريح، رد بعد شهر أنا بقدر برجع بستخدمه مرة تانية. لكن بنت. القطرات العينية القطرات العينية نرجع منقول لأنها بتتجرسم فبالتالي أنا بدي أتلفها بعد شهر من تاريخ فتحها. تمام دكتورة، خلينا ننتقل إلى الأدوية الشرب أو الأدوية السائلة يلي هي يعني هي بتكون فودرة ومنحلها بالمي، كمان خلينا نحكي عن آلية حفظها، عن مدى كمان استمرارها وكيف فينا نحن لأيمت فينا نستخدمها خاصة للأطفال. هدول غالبا هي أصناف من الصادات الحيوية اللي بتنعطى للأطفال اللي بتجي بشكل صيدلاني بودرة وبينحل وقت أنا بدي أعطيه للطفل. هدول معهم أسبوع من تاريخ الحل، وأنا مجرد حليته بدي أحطه بالبراد لأنه هالمزيج هو مزيج لا يحتوي على مواد حافظة، لأنه أنا بودرة حليتها بالماء عندي فأنا ماني ضايفت له مواد حافظة، فأنا بدي أحطه بالبراد لمدة أسبوع بعطيه للطفل وبعد أسبوع يرمى ولا يستعمل. تمام، هاي الملاحظة كثير مهمة لكل أم تسمعنا، يرمى لأنه ما فيه مواد حافظة وخاصة يمكن للأطفال لأنه هي فيها صادات، لأنه أنا عم حله قدامي فأنا ماني حاطط له مواد حافظة. تمام. طيب الشراب، أدوية الشراب تاني إن كان سعال إن كان لتهدئة القصبات أي شيء تاني، نحن بنفتحه وبناخذ بنرجع مسكره وبنحطه يا بالبراد يا بالأزازية محل صيدلية المنزل. تماما، نحن اتفقنا على نقطة أنه نحن ما بنحط بالبراد طالما في عنا صيدلية جافة ومظلمة وحرارتها معتدلة، كل الأدوية تحفظ ضمنها. هلأ طالما أنا حفظت ضمن هذا الجو الجاف والمظلم فأنا بإمكاني احتفظ بأي دواء سواء حب أو شراب لغاية انتهاء تاريخ الصلاحية يلي موجود على العبوة الخارجية. إذن أنا لو فتحته لو أخذت منه طالما حافظته بدرجة حرارة معتدلة وبمكان جاف ومظلم بإمكاني ضل عم بستخدمه. لذلك هون أنا بدي نبه لشغلي أنه في كتير عالم بتفتح بترمي الكرتونة الخارجية وبتحتفظ بس بالعبوة الزجاجية أو ربما بالظروف مثلا تبع الحب يلي ممكن ما يكون تاريخ انتهاء الصلاحية مذكور عليها. لذلك أنا بنصح دائما أنه العبوة أو الدواء يبقى ضمن العبوة اللي هو جاي فيها، يبقى ضمن الكرتونة لأنه الكرتونة موجود عليها تاريخ انتهاء الصلاحية، موجود عليها كل الشروط الخاصة بالحفظ مثلا درجة الحرارة المناسبة للدواء، هيدي كلياتها مذكورة على الكرتونة وضمن النشرة المرفقة مع الدواء، فرجاء أن احتفظوا فيها لا تكبوها. نعم دكتورة هلا، في ظل أزمة غلاء الدواء بالبلد كثير من الناس عندهم أدوية بالبيت ولكن تاريخ الانتهاء هو خلصت مدته، نحن يعني شو هي المواد أو شو هي الأدوية اللي فيها تركيبات انه ممكن ناخذها بعد شهر واحد فقط او فينا ناخذها بعدين ما بتاثر او ما بتعملنا حساسيه، واذا خلصت مدتها الزمنيه لتركيبات محدده شو ممكن تاثر بالسوق؟ هلا اذا انا برجع بكرر، اذا انا حافظتها بالشروط المثاليه
هلا احنا ما عم نشجع انه ناخذ الدواء وخالصه مدته، ولكن تماماً. في حالات اضطراريه انا معك، وفي احيانا دواء بيكون مفقود مثلا انه انا عندي منه قطعه خالص تاريخها هلا خلص تاريخها، انا بدي اجيب قطعه ثانيه ما لقيت بالسوق. انا اذا حافظته ضمن شروط مثاليه او شروط نظاميه خلينا نقول، انا فيني ضل عم بستخدمه 3 شهور بعد تاريخ انتهاء الصلاحيه، ما عدا اي تركيبه موجود ضمن الاسبرين لانه الاسبرين سريع التخرب. وحتى هذا الشيء بيمشي على الشراب، حتى الشربات انا فيني برجع بكرر اذا حافظتهم ضمن الشروط النظاميه. اذا الشروط نظاميه انا 3 شهور بعد تاريخ انتهاء الصلاحيه بقدر ضل عم باخذ، بعد منها انا ما بنصح الا المواد اللي بتحوي على اسبرين. الأسبرين لأنه سريع التخرب، فبالتالي يعني حتى الأسبرين أحياناً إذا هو ضمن لسه تاريخ صلاحيته شغال وأنا شوي خربطت بطريقة الحفظ فأنا ممكن يتخرب، هو عندي بيتخرب. شو ممكن يعمل بالجسم؟ بيتخرب، ما بيعود فيه له فائدة ويتحول إلى مركبات ضارة، فبالتالي أنا الأسبرين كتير حساس حفظه. دائماً بننصح أنه يحفظ كتير بعناية الأسبرين لأنه سريع التخرب. ما عدا ذلك أنا الأدوية الثانية برجع بقول إذا بشروط نظامية فيني بعد تاريخ انتهاء الصلاحيه 3 شهور ضل عم بستخدمه. على فكره دكتوره هاي المعلومه هي شائعه بين الناس بشكل كثير كبير، يعني انا تفاجات فيها انه بيقولوا لي لا هي شغاله حتى لو بعد 3 شهور، فكتير مهم اليوم طبيا ناكد هاي المعلومه تمام. اذا صح او لا تمام. بنصائح اخيره اليوم، انا اذا حابه اعمل صيدليه هلا بالوضع الاقتصادي بجوز كثير من الناس اليوم تتشجع انها تبلش تعمل شيء خاص بالادويه عندها، شو ممكن هيك بحلول بسيطة وبتكلفة بسيطة ويكون الشغل صح؟ يعني هلأ تكلفة بسيطة، أول شيء صيدلية المنزل نحن ما عم نقول انزلوا اشتروا خزانة خاصة وتكلفوا عليها، لا طبعا. أنا بختار خزانة ضمن المنزل جافة ومظلمة وبمكان بعيد عن برات المطبخ وبرات الحمام، لأنه في كتير عالم تحفظ الأدوية بخزانة ضمن الحمام مثلا، هن ما بيعرفوا يمكن أو ما بينتبهوا أنه الحمام هو مكان رطب جدا، ولا بالمطبخ ولا بالمطبخ، لأنه المطبخ أيضا فيه رطوبة وفيه حرارة قوية نتيجة الغاز ونتيجة الطبخ، فدائما حفظ الأدوية خلينا يكون برات المطبخ وبرات الحمام. أي خزانة عندي إياها جافة ومظلمة أنا بكرسها لموضوع الدواء، ويفضل أنه يكون في إلى قفل. ثاني شغلة الاعتناء بقصة علبة الإسعافات الأولية، وحطوا دائما أشياء تناسب كل أفراد المنزل، يعني أنا إذا عندي ضمن البيت عندي كبار وصغار، خلينا دائما حاطين ضمن الصيدلية مسكن وخافض حرارة للأطفال ولا الكبار، ونفس الشيء أدوية إسهال وإقياء للصغار ولا الكبار ولا الحساسية. ما عدا ذلك لا تخزنوا أدوية كتير لأنه ممكن تتكلفوا على ثمنها وتروح بعدين ترمى بالقمامة ومنكون حطينا مصاري على الفاضي. بدي نبه على قصص كتير بسيطة بس بالنهاية، أنه برجع بقول العبوة الدوائية مثل ما هي يحتفظوا فيها، في ناس بتفرط الحب يلي موجود ضمن الظروف وبيخبوها بعلبة تانية مثلا أو بقارورة أو شيء، هذا الموضوع كتير خطير وبيأثر على فعالية الدواء لأنه بيخلي الدواء على تماس مع الوسط المحيط اللي ممكن يؤدي لتفاعلات وينزع المادة الدوائية. دائما الدواء مثل ما هو منخبي ضمن العبوة ضمن الكرتونة تبعه، وطلعوا دائما على النشرة المرفقة، وأمنيات العافية للجميع إن شاء الله. آمين. شكرا كثير لك دكتورة هلا شاهين، نحن بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، يمكن كثير في ناس فايدت بعض الأمور، نحن كثير بدنا نتشكرك والسلام لكل الناس.